السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين يعني أول مرة في الشروق جابوا خبير في كرة القدم بمعنى كلمة. هذا وين هو اللي هدر النهار اللي لعبنا خوض بوركينا فاسو في بوركينا فاسو، نتبعوا بزاف. هذا خبير، هذا يقري المدربين في الخليج، في اسيا وكلش، في كندا، في اوروبا. كان مدير فني تاع الفئات الشبانيه في مارسي. هذا يعني عبد العالي ادريد. عبد العالي ادريد هدرت عليه في الفيديوهات اللي فاتوا، هدرت عليه شحال من خطره نهضر عليه. هذا اللي يهدر على المشرف، قال المنتخب الوطني راه مولي. انا نتبعه بزاف، ندي من عنده بزاف، يعني المقالات تاعو ندي من عنده بزاف. كي تلعب ليكيب ناسيونال يدير مقال ولا يدير، ما يهدرش، يدير غير يعني يدخل لي كومونتي. والله بالك ما عندوش صفحه. نتبعه بزاف، صورتو عند حافظ الراجي، نتبعو في المقالات تاع بيان سبور، نتبعو بزاف. نتبع يعني هذا خبير عبد العالي. هذا كان هذا شوك علاش كنا ناجحين. السيد الحاج محمد راورا هذا كان يخدم مع الحاج محمد راورا، وكان في تواصل. يعني يقولوا كاين لعاب راه في مارسي، كاين لعاب خاطر علاه يخدم في المديريه الفنيه. كان يخدم في المديريه الفنيه في الفئات الشبانيه في مارسي، في اولمبيك مارسي 2001 2002 2000 يعني حتى 2009 وقيله مع شحال. ومن بعد راح كذبها في قطر، يعني في قطر في الخليج، ولا يدور ولا يقري المدربين. هذا نهار اللي هدر كونتر، نهار اللي دار مقال تاعه ونشرح حافظ الراجي المقال تاعو، نشرح حافظ الراجي ويدي من عنده. انا نقول لكم حافظ الراجي ويدي من عنده. نهار اللي لعبنا كونت بوركينا فاسو في مراكش، قال لهم المدرب المنتخب الوطني هذا المشرف هذا قد انتهى. قالهم قد انتهى، وزاد قالها لكم في بوركي، قالها لكم في الكاميرون، قال لكم انتهى. ومن حافظ الراجي سأله على البارتية في الكاميرون، هو اللي قال بلي يعني الصدمة المباراة العودة خطيرة علينا، صعيبة علينا، خاطش داو الصدمة داوها الكاميرونيين. حنايا لازم يكونوا عندنا ناس يعني يعرفوا كيفاش يجيروا المباراه. قال لهم الخوف من المدرب، التهاون تاع المدرب. شكون اللي عايره؟ شكون اللي عايره؟ امنوني، شكون اللي عايره؟ شكون اللي عايره؟ شكون عايره؟ هذاك بوكلبه وعايره هذاك 106، والله اللي عايروه. انا فماك عرف بلي ما يعرفوش، غير الله يهضروا صايك. اسمع شهدر، اسمعوا بوكلبه، هذا اول مره دار تصريح في تلفزيون جزائري، اول مره. انا نقول لكم هذا كيسمو هذا عبد العالي، هذا اول مره، ونحترمه بزاف ويعرفني مليح ونحترمه بزاف انايا. خدام. اسمعوا شو شهدر، اسمعوا شو الناس اللي يهضروا، شوف اسمعوا سمعوا مليح باش تعمروا لسانكم مليح. بارطاجو خالد. بالنسبه للمباراه يعني انا ما نتكلم، قلت لك لو الندوه الصحفيه راح نتكلم عليها، راح نتكلم على اشياء كثيره، لان صراحه ما جات شيء في الندوه الصحفيه. بالعكس يعني اشياء اللي ما كنت منتظر ان تكون، هذا هو الجواب في الندوه الصحفيه. نتكلم على المباراه يا خالد. هل يعقل منتخب 17 سنه اسمع في الفئات العمريه نلعب اسلوب 4-1-4-1؟ هذا الاسلوب 4-1-4-1 هذا لازم يكون عنده نص تكتيكي كبير. تعقلون هذه كنا نلعبوها حنايا، لعبناها في الكوب دافريك 2019، شنو كنت نقول لكم؟ ومن بعد بغى يزيد يلعبها، قلت له ما تنجمش عليها صايك، في غولي عيالك وقديولا عيالك، ما تنجمش، بدل اللمسه تاعك. هو قعد فيها. واليوم على هذا المدرب، اسمعوا شو اسمه، كوسيون دانتيليجونس درجه اعلى. هل يعقل منتخب 17 سنه في الفئات العمرية نلعب أسلوب 4-1-4-1؟ هذا الأسلوب 4-1-4-1 هذا لازم يكون عنده نص تكتيكي كبير. أوكي. كوسيون دانتيليجونس درجة أعلى جدا حتى على مستوى الفرق الأولى. خبير هذا. يلعبون المباراة
يلعبوا بهالطريقه. لاعب ارتكاز واحد يعني؟ نعم لاعب ارتكاز واحد. ارتكاز واحد يعني مثل نقولوا احنا نقولوا ما نقولوش سونتينال، لان سونتينال لان سونتينال يكون معاه واحد على اليمين وواحد على اليسار. آه. لكن هذا يعتبر ليبيرو. هذه الطريقه هذه الطريقه هذه تعمل على مستوى اللاعبين المحترفين على اعلى مستوى، وين يكون اللياقه البدنيه تاعهم على اعلى مستوى. هل يعقل في 17 سنه نعطي هذا التوظيف هذا للاعب بن علي في 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 زحمه الوسط وبعدين نقول ان احنا خسرنا المباراه من الوسط؟ طبعا انا اعطيتهم المباراه على طبق من يعني من من طبق الفوز، يعني اعطيت لهم الفوز في المباراه. هذه النقطة الأولى فيما يخص طريقة اللعب والتي اعتمد عليها رزق رمان. فيما يخص أيضا حسينا أنه الجانب الذهني وأيضا البدني لم تكن هناك منافسة ند لند بالنسبة للمنتخب الجزائري مع نظيره المغربي. لماذا في رأيك؟ ممتاز خالد. الجانب البدني يا خالد هو من الطريقة اللي لعبوا بها، لأن الأربعة واحد أربعة واحد فيه مساحة كبيرة موجودة على مستوى الوسط، وأنا عارف أن إمكانيات اللاعبين تاعي ما يجاريوش يعني. أنا نقول للأمانة نبدا يقول لك نقص بدني، بصح الخطة اللي درتها لهم غبنتهم. أمانة أنا تابعت كل المباريات هذو، شفتوا مع البدني الجانب البدني خالد هو من الطريقة اللي لعبوا بها، لأن الأربعة واحد أربعة واحد فيه مساحة كبيرة موجودة على مستوى الوسط، وأنا عارف أن إمكانيات اللاعبين تاعي ما يجاريوش يعني. أنا نقول للأمانة أنا تابعت كل المباريات هذو، شفت مع السنغال، شفت حتى المنتخب المغربي، وكنت متأكد بدون عاطفة، كنت متأكد أنهم يفوزوا علينا. لكن أقل شيء نقدم وجهة بس، وجهة ما نقولش كرة جزائرية، لأن هذا الشباب هذا ماهوش شباب البطولة الوطنية، ماهوش هذا هو اللاعبين تاع البطوله الوطنيه. لكن انا نقول لك الجانب اللياقي صعب جدا تلعب الاربعه واحد اربعه واحد للاولاد، نقول اولاد صغار حتى الكوسيون دانتيليجونس تاعهم ما يقدروش يتاريو الجانب التكتيكي هذا. أوكي. يعني اللياقي كارثه، يعني مصيبه كبيره، يعني كي نقول مصيبه كبيره بوضع الطريقه هذه، اختيار هذا الاسلوب. الجانب الذهني او الجانب الذهني طبعا هو عايش مع المجموعه هذه، ممكن احنا نقول ولاد صغار فيه جمهور ضغط، الناس كلها طالبين بالنتيجه، هذه كلها عارفين. لكن اقل شيء نطلع الفريق في مثلا في المحاضره، نعرف كيف نطلع الفريق من هذا الضغط النفسي، لان هو نفسه كمدرب موجود في تحت الضغط هو بنفسه. يعني لماذا؟ لان حتى باش نقول يعني التجربه والخبره تعطي، يعني في مناسبات مثل هذه لو تاخذ، يعني مع احترامي للخويا ارز كرمات، بينه وبين شيبة سماء والارض، يعني نقول لك انا شيبة نعرفه جيدا، نعرفه جيدا. المنتخب الوطني الجزائري يا خويا، هذه اللي خلات شيبة، قلت نقول لكم بلي شيبة فور، قال لي لي الشيطان صعيبة شوية، صعيبة علينا شوية، كانت صعيبة شوية. أمور هادو ما ليقلو مدرب يكون كفء، هاتشو كيما هذا، يعني على كنا ناجحين، هذا على كنا ناجحين على في وقت الحاجة، كانت الكفاءة كاينة، كان هذا يخدم في الخفي، كانت الناس تدور في أوروبا، يعني كانت يعطوا المعلومات، يعطوا التصحيحات، يعطوا. حتى هذا ما تنجبش، هذا كيما هذا عبد العالي هذا إديرير هذا ما تنجبش، انت تجيبه في المديريه الفنيه خبره يوزار تيف يسمع يعرف هذا المشرف تاعكم يعرف هذا، يعرفه مليح مليح مليح، يعرفه غايه الغايه، وهذا يعرف يوزار تيف يعرفه غايه الغايه، يعرفه احسن معرفه. بصح للاسف كي تشوف واحد يغسل الكلاب ويعاير في هذا شغل يتقع. نهار اللي قال لهم هذا، نهار اللي لعبنا كونت بوركينا فاسو درنا 0-0، هذا قال لهم انتهى، المدرب هذا انتهى، خرج هذاك يوزر هذاك اللي يغسل الكلابه. واه مالك تعصر في روحك يا صاحبي؟ لا تعصر روحك، لا تعصر روحك، نورمال ما تعصر روحك، ما والو حاجه عاديه، حرامك ماوك رجاله بالخط.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.